أهلا بكم مشاهدينا مع هذه النشرة الرياضية الجديدة تأتي حضراتكم من أكسترا نيوز. يلتقي اليوم فريق نادي الزمالك تذكر الكينية في إياب دوري 32 لدوري أبطال إفريقيا. كان الزمالك قد اختتم تدريباته أمس تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيران على ملعب برج العرب الذي سيستضيف اللقاء، وحقق الزمالك فوزا مهما في لقاء الذهاب بهدف من دون مقابل. يواصل فريق الأهلي تدريباته استعداداً للقاء ضيفه الحرس الوطني بطل النيجر في إياب الدوري 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقررة غداً السبت. وانتهت مباراة الذهاب في النيجر بتعادل الأهلي والحرس الوطني بهدف لمثله، حيث يحتاج الأحمر إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي للتأهل مباشرة لدوري المجموعات بالبطولة. هذا وتقام السبت 7 مباريات في إطار إياب دوري 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يرصدها لنا العرض التالي. انطلقت بطولة الجمهورية الأولى للفروسية لقفز الموانع لفرسان وفارسات الدرجة الأولى بنادي الفروسية في الجزيرة. يشارك في البطولة الأولى على مستوى الجمهورية ما يقرب من 200 متنافس على مدار 3 أيام. تستضيف مصر بطولة العالم المفتوحة للأندية للكيك بوكسينج والتي تستمر حتى يوم الأحد القادم. يشارك في البطولة 26 دولة و100 لاعب ولاعبة، وسط اهتمام كبير بالبطولة لتخرج بالشكل الذي يليق بسمعة مصر الرياضية. تستضيف مصر بطولة العالم المفتوحة للأندية للكيك بوكسينج في استاد القاهرة خلال الفترة من 18 إلى 24 من أكتوبر الجاري، وتشهد البطولة مشاركة 26 دولة بواقع 200 لاعب ولاعبة في منافسات تستمر على مدار 6 أيام. وتعود أهمية بطولة الكيك بوكسينج إلى ارتفاع عدد الدول المشاركة واللاعبين واللاعبات، حيث تعد بمثابة احتكاك قوي للاعبي المنتخب الوطني للكيك بوكسينج. رياضة الكيك بوكسينج احنا عندنا انواع كتيرة من النزالات فيها القتالي وفيها الاستعراضي. الاتحاد الدولي للاندية بينظم البطولة تحت اشراف الاتحاد المصري وتحت اشراف وزارة الشباب والرياضة. عندنا حوالي 26 دولة جم، والحمد لله تمت عملية الوزن والقرعة والتصنيف. رياضة الكيك بوكسينج مختلفة عن جميع الرياضات النزالية، تمام؟ رياضة الكيك بوكسينج ركل ولك، خلاص مفيش طرح مفيش تعليق. رياضة قوية جدا، فيها 8 استايلات، تمام؟ 7 موجودين هنا في مصر ومنهم هيتلعب استايلات فيهم النهاردة في بطولة العالم للأندية. باللكم والركل وصنوف عديدة من الأشكال النزالية تأتي رياضة ملاكمة الركل أو كيك بوكسينج التي ظهرت في اليابان أواخر 50ات القرن العشرين، وظهرت النسخة الأمريكية منها في 70ات. وتتميز الكيك بوكسينج عن الألعاب القتالية في ذات الفئة أنها تنشط وتستخدم الأطراف الأربعة، كما أن لها عدة أنماط تجعلها الرياضة التي يفضل كثيرون ممارستها. عدد اللاعبين المصريين اللي موجودين في مشاركة بطولة عن الأندية يتعدى 100 لاعب. هيكون في ان شاء الله ميداليات لمصر باذن الله جايه كتير، وسط منافسه شرسه من كتير من العديد من الالعاب من الدول الاجنبيه والعربيه، وان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع. انا يعني بدات العب كيك بوكس بقالي بالظبط 7 سنين الحمد لله. يعني كنت اول ملعب احتراف، ملعب احتراف اول سنتين ليا في الهواء احتراف. كنت بلعب الحمد لله، محقق كتير القاب كتيره في مصر، بس انا كابتن بتاعي كابتن محمد نوفيكس مدرب منتخب مصر. اهتمام كبير ببطولة العالم المفتوحة للأندية للكيك بوكسينج لتخرج بالشكل الذي يليق بسمعة مصر الرياضية
وقدرتها على استضافة الأحداث الرياضية العالمية نظراً لما تملكه مصر من بنية تحتية رياضية مجهزة على أعلى مستوى. حقق مصطفى النمر لاعب منتخب مصر للمصارعة الميدالية الذهبية في منافسات المصارعة الحرة للماسترز ببطولة العالم المقامة حالياً في اليونان. وتألق النمر في المنافسات النهائية وهزم لاعب منتخب ألمانيا بفارق كبير في النقاط، حيث أحرز الأخير الفضية، بينما كانت البرونزية من نصيب لاعب أوكرانيا الذي حصل على هزيمة مبكرة في المنافسات من لاعب مصر. ويسعى النمر وهو لاعب وزنه 62 كيلوغراماً للحصول على ميدالية ذهبية أخرى خلال بطولة العالم نسخة اليونان، وذلك من خلال خوضه منافسات المصارعة الرومانية الأحد القادم. يشهد يوم الأحد القادم مواجهات قوية ضمن منافسات كرة القدم بدوريات إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا. يستضيف مانشستر يونايتد ليفربول في قمة مباريات الدوري الإنجليزي، بينما يلعب ريال مدريد مع برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، ويلتقي باريس سان جيرمان مع مارسيليا، ويلعب اليويفي مع إنتر ميلان. ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباريات مثيرة في يوم لا يتكرر كثيراً تقام يوم الأحد. تجمع ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وبرشلونة وريال مدريد في كلاسيكو إسبانيا، وباريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي، وإنتر ميلانو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي. أولى المواجهات المثيرة على ملعب أولد ترافورد بلقاء ليفربول ومان يونايتد ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر البريمير ليج. ويدخل ليفربول اللقاء متسلحاً بنجمه محمد صلاح وكتيبة كبيرة من اللاعبين، وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، حيث يسعى إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في لقاء صعب وغير خاضع لأي حسابات أو توقعات أمام كريستيانو رونالدو ورفاقه. ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب البريمير ليج برصيد 14 نقطة، ويسعى من خلال اللقاء إلى حصد النقاط الثلاث والتقدم في جدول الترتيب بعد سلسلة من خيبة الأمل التي لحقت بالفريق في الآونة الأخيرة. أما في إسبانيا فتشهد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بدون الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. ويملك فريق برشلونة قبل هذه المباراة 15 نقطة من 8 مباريات يحتل بها المركز السابع في الدوري، حيث تعرض الفريق لهزيمة واحدة وحقق فوزين وتعادلين في آخر 5 مباريات، بينما حصد ريال مدريد 17 نقطة من 8 مباريات أيضاً يحتل بهم المركز الثاني، حيث حقق 3 انتصارات وتعادلاً وهزيمة واحدة في آخر 5 مباريات. ومن إسبانيا إلى فرنسا، حيث تشهد كلاسيكو آخر يجمع باريس سان جيرمان ومارسيليا في مباراة سيتواجد فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي لم يسجل حتى الآن مع فريقه باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي رغم إحرازه 3 أهداف في دوري الأبطال. ويتصدر باريس جدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة عن أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثالث. أما في إيطاليا فسيستضيف إنتر ميلان على ملعبه فريق يوفنتوس ضمن مواجهات الأسبوع التاسع، ويدخل الإنتر اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بينما يمتلك يوفنتوس 14 نقطة في المركز السابع. تعد المباراة لها منظور ثأري بالنسبة لليوفي، خاصة بعد تتويج الإنتر بنسخة الموسم الماضي من البطولة بعد احتكار الحصول عليها من قبل السيدة العجوز لسنوات. للمزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عمر ناصف الناقد الرياضي. أستاذ عمر أهلا بك.
أهلا بحضرتك. يعني مباريات عديدة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في العالم كله وليس فقط في أوروبا، برأيك ما هي أبرز هذه المواجهات؟ الحقيقة يوم الأحد هيبقى يوم مليء بالإثارة والمتعة من كل الدوريات بلا استثناء، سواء إنجليزي أسباني إيطالي حتى الدوري الفرنسي، كلاسيكو في كل دوري. في الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وليفربول ديربي إنجلترا، الفريقين تاريخ كبير جدا ما بينهم ومنافسة كبيرة جدا. ليفربول داخل بمعنويات أعلى، فريق من أول الموسم ما تعرضش لولا خسارة سواء حتى الآن، مكتمل الصفوف، صلاح في اوج تألقه في كل مباراه، مستوى فيرمينيو استعاد مستوى التهديف اللي فقده الموسم اللي فات. على الناحيه الثانيه مانشستر يونايتد عنده مشاكل كثيره متذبذب المستوى مع سولشاير، سولشاير يمشي سولشاير يكمل، ما حدش عارف الجمهور عايز سولشاير يمشي بعد الاداء السيء اللي قدمه الفريق في الفتره اللي فاتت. كريستيانو رونالدو حتى الان بيلحق الفريق دايما في الثواني الاخيره. مانشستر يونايتد عنده مشكله حتى في الكلاسيكو، مش بس الاداء السيء، لا عنده غيابات، برونو فرنانديز واحد من نجوم الفرقه في الدوري من بدايه الموسم هيغيب للاصابه، وفريد احتمال يغيب للاصابه برضو، فالامور كلها متجهه ليفربول، هي هو اللي اليد العليا في المباراه، واحتمال كبير جدا تكون المباراه الاخيره لسولشاير يعني. نعم تمام. استاذ عمر، هل ترى في هذه المباراه ربما منافسه شخصيه، او لا اريد ان اقول شخصيه ولكن منافسه رياضيه بين قطبي الكره، او بين محمد صلاح طبعا اللاعب المصري الدولي وبين كريستيانو رونالدو على الالقاب الشخصيه؟ اكيد المنافسه هتكون كبيره، صلاح هداف الدوري الانجليزي حتى الان، واحد من هدافين اوروبا من اول الموسم، اكتر لاعب سجل تقريبا في اوروبا حتى اللحظه. في الناحيه الثانيه كريستيانو رونالدو ما بيتوقفش عن التهديف، كل ماتش عايز يزود الحصيله التهديفيه. كان بدا متاخر لان هو غاب على اول مباراتين ليونايتد قبل انتقاله ليهم، فعايز يعوض كل ده، وما فيش افضل لرونالدو في التسجيل في الماتشات المهمه، دايما بيتالق في الماتشات دي، دايما محصلته التهديفيه بتبقى عاليه جدا. هتبقى منافسه شخصيه ما بينهم، وفي النهايه المشجع والمشاهد هو اللي هيستفيد. نعم. طب اذا انتقلنا الى الدوري الاسباني، الكلاسيكو لاول مره من دون كريستيانو رونالدو ومن دون ميسي، كيف تقرا هذا اللقاء؟ هو الحقيقه فقد كثير جدا من قيمته الجماهيريه، معظم الناس هتتجه لمشاهده كريستيانو رونالدو في ماتش مانشستر يونايتد ليفربول. الدوري الانجليزي اقوى بكثير حاليا سواء من الناحيه التسويقيه او من ناحيه الاداء. برشلونة بيمر بفترة سيئة، ممكن في الأسبوع اللي فات ابتدى يخرج شوية من كبوته بعد تأكد إن كومان مكمل لفترة أطول. الفريق عنده مشكلة، برشلونة حتى عنده غيابات للاعيبة أساسية، أراخو هيغيب، بدري هيغيب، ألابا مصاب، استمرار غياب برات وايت هداف الفرقة، يعني واحد من هدافين الفرقة في الفترة الحالية هيغيب برضه. في الناحية الثانية إن ريال مدريد يعتبر الأفضل، لعيبة ريال مدريد بتتحسن، فينيسيوس جونيور عارف طريق المرمى مره اخرى. نعم. بنزيما بيقدم اداء كبير جدا، فالكلاسيكو يعني مش هيبقى زي زمان منافسه بين فريقين اقوياء، لا احنا بنتكلم في ريال مدريد عارف سكته، فرقه متكامله. في الناحيه الثانيه برشلونه ما زال غايب، مش عارف يعوض ميسي، وفرقه مفتقده للنجم اللي في الملعب اللي يقدر يلم اللعيبه حواليه. طيب اذا انتقلنا مع ميسي الى باريس سان جيرمان واللقاء المرتقب مع اولمبيك مارسييه، يعني نادي كبير برشلونه، ولكن حتى الان لم يجد الريتم او لم يجد الوتيره المناسبه للعب، كيف تقرا هذا اللقاء؟ باريس سان جيرمان اظهرت باريس سان جيرمان زي ما انت قلت، حتى الان بوكتينيو مش قادر يجمع اللعيبه كلها ان هو يوصل للتوليفه الافضل على ارضيه الملعب. كل ماتشات باريس سان جيرمان في الدوري او حتى في اوروبا بتنتهي في الدقائق الاخيره بمجهود فردي من لعيبته، لعيبته بالتاكيد فرديا افضل بكثير من كل منافسينهم، جماعيا لسه ما قدرش يوصل. على الناحيه الثانيه مارسيليا فريق جماعي، بدأ الموسم بدايه قويه، الاداره الجديده للنادي بتبني فريق شاب، مدرب سامبولي مدرب رائع جدا، عارف ان هو ازاي يكون تشكيل متماسك للاعيبته، فهتبقى ماتش صعب جدا على باريس سان جيرمان. انت بتتكلم ان باريس فرقه افضليه فرديه، لكن الافضليه الجماعيه لمارسيليا. نعم. واعتقد دي افضل مباراه ممكن يفتتح فيها ميسي التسجيل في الدوري الاسباني، في الدوري الفرنسي عفوا، في كلاسيكو. نعم. يعني هي مباراه بين قطبي ايضا في فرنسا اذا ذكرنا، ولكن لا نستطيع ان نغفل ايضا موناكو، هو من الانديه المنافسه بشكل كبير في الدوري الفرنسي ايضا، ولكن في الدوري الايطالي هذا الموسم او ايضا يوم الاحد سوف تكون هناك مباراه ساخنه للغايه بين يوفي وبين ايضا النادي
انتر ميلان، كيف تقرأ هذا اللقاء؟ طبعا ده ديربي ايطاليا، مباراة الموسم اللي منتظرها الناس كل في الدور الاول والدور الثاني. انتر عايز يحافظ على لقبه اللي حققه الموسم الماضي مع انطونيو كونتي. سيميوني انزاجي مدرب شاب بيحاول ان هو يكمل المسيرة. تعرض انتر لخسارة الاسبوع اللي فات امام لاتسيو، كانت خسارة مفاجأة بالنسبة للجماهير، لكنه في النهاية هو بيقدم اداء ثابت في الدوري الايطالي. الفرقة لسه ما زالت عندها الافضل والاقوى، حتى مع خسارة لوكاكو عوضوه بتزيكو، تزيكو لاعب متمرس جدا هداف. ما الجماهير او فرقة انتر ميلان ما حسيتش بفرق كبير جدا بعد غياب لوكاكو. على الناحية الثانية يوفنتوس ابتدى يستعيد مستواه مع أليجري بداية من بعد بداية سيئة للموسم، كانت استكمال للمواسم السابقة السيئة للفريق، انتصارات كلها 1-0 متتالية. لكن في النهاية الانتصارات دي كلها بتجيب الثقة، واعتقد فوز في ديربي مهم جدا لاستمرار الثقة ديت وزيادتها، لانها هتدي يوفنتوس دفع معنويه كبيره، وغير كده هتوجه رساله للمنافسين ان يوفنتوس راجع، وان ان خلاص ان الموضوع بيبقى اقرب ليوفنتوس ان هو يحسم الدوري على المدى البعيد، عكس معظم الانديه في ايطاليا نفسها يعتبر قصير شويه في المنافسه عكس يوفنتوس ومدربه أليجري. نعم، طيب يعني شكرا جزيلا لحضرتك استاذ عمر ناصف الناقد الرياضي على كل هذه المعلومات. يستعد فريق أرسنال لملاقاة ضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم في افتتاح مباريات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وأفلت أرسنال بنقطة في ديربي لندن في آخر مباراة له في الدوري يوم الاثنين الماضي ضد كريستال بالاس بعد التعادل بهدفين لمثلهما. ويحتل أرسنال حاليا المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الثالث عشر خلف أرسنال برصيد 10 نقاط. تقام غدا السبت 6 مباريات في إطار الجولة التاسعة من مباريات الدوري الإنجليزي، أبرزها تشيلسي ضد نورويتش سيتي وبرايتون ضد مانشستر سيتي. تلقى مانشستر يونايتد ضربة موجعة في المران الأخير قبل مواجهة ليفربول بعد تأكد إصابة لاعبه برونو فرنانديز. ووفقا لصحيفة ذا سان الإنجليزية، فإن برونو لم يستطع السير جيدا نتيجة بعض الاحتكاكات التي تعرض لها خلال مواجهة أتلانتا الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا. وأشار التقرير إلى أن برونو سيخضع لفحص طبي اليوم لتحديد موقفه من لقاء الأحد القادم ضد ليفربول. من جانبه يحاول يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تأجيل انضمام لاعبيه الأفارقة إلى منتخبات بلادهم قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا المقبلة. وحسب ما ذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية في تقريرها، فإنه وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن ليفربول يجب أن يترك اللاعبين ينضمون لمنتخبات بلادهم بعد 27 من شهر ديسمبر القادم، وذلك استعدادا لأمم إفريقيا المقررة في 9 يناير وحتى 6 فبراير القادم. وسيفقد ليفربول الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا لمنتخبات مصر والسنغال وغينيا على التوالي. ويحاول كلوب إقناع المنتخبات الثلاثة بتأجيل انضمام لاعبيه لما بعد مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي في 2 يناير القادم. قالت تقارير صحفية إسبانية إن لقاء الكلاسيكو القادم سيحدد بشكل كبير مصير المدرب رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، سواء بالبقاء أو الرحيل عن النادي في ظل الانتقادات القاسية التي يتعرض لها المدرب الهولندي في الآونة الأخيرة. وخسر برشلونة تحت قيادة كومان مرتين وفاز في 3 مواجهات في آخر 5 مباريات، ولم يحقق الفريق أي فوز خارج الديار سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري.
مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا من أخبار في هذه النشرة الرياضية. للمزيد يمكنكم دوما متابعتنا عبر موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.